this. Sometimes you gotta push through all your obstacles, dummy. No matter what the options are, there is no lose, there is no fail. Let's go. Seem like life go lightning speed. Slow it on down, baby, just to breathe. It's cold outside, adjust your sleeve. Got here late, like just to leave. Wings on my shirt and I cannot fly. That's the one lover, but I can't. السؤال الصعب. عايزين نفطر. واحد مش عارف حاجة, مش عارف أماكن هنا, بدور على أماكن حلال. تركب باص 50 دقيقة. ليه؟ افطارنا لهذا اليوم الساعة دلوقتي 10 تقريبا, الجو حار, في صهد كده. عايز اروح جامع موسكو الكبير ان شاء الله. لو روحنا هناك هنوثق كل حاجة. الحمد لله وصلنا بالسلامة. الآن مفاجأة لسه خطرة على بالي النهاردة. مسجد موسكو الكبير هنقرب منه دلوقتي. هنا محل لمنتجات الحلال, مأكولات ومشروبات وأي حاجة. وده مبنى من الجامعة مخصص للنساء. في كافيه حلال هنا, وهنا المدخل للمصلين الرجال. الجامع شكله مهيب من جوه. يا أخي أنا بحب العمارة الإسلامية, بالذات تصميم المباني والشكل والمواد الخام اللي تستخدم فيها نفسها حاجة يعني مميزة, مش زي المباني التانية العادية. جامع كبير,
أربع أدوار جوه مفروشين ومع ذلك مليان، وفي ناس بتصلي في الطرقات بره وناس بتصلي بره. البساط في مصر هنا فيها ميزة رائعة جدا، وهي البساط مكيفة. نطلع من الأفتوبوس وأفتوبوس وأفتوبوس. دلوقتي أعزائي المشاهدين عايزين نتغدى. Same old thing, the same old thing that keeps me around. Maybe I do just wanna be alone with you. Be careful. With you. إذا كنت جاي موسكو، في حاجة واحدة لازم تكون أساسية في كل مرة هتيجي فيها. الحاجة دي هي Red Square baby. ماشي. ايه هي؟ المرة الأخيرة اللي جيت فيها موسكو كانت الساحة مقفولة بسبب التدريبات اللي كانت قبل عرض 9 مايو، ولكن النهاردة الناس رايحة جاية ولذلك فرصة عظيمة. ابقوا معنا. What's your name again? I seen so many of them come. Want me just play pretend? All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing. أخيرا الساحة الحمراء من جديد. Just wanna be alone with you. Oh, hi there. واخيرا مكان الجلوس في الظل في هذا الطقس الحارق. ذرة، ايس كريم، كريملوفسكي، يعني طعم الكرملين. خلونا نجرب. هي شوكولاتة مغطاة ب وايت شوكليت، شوكولاتة داكنة مغطاة بالشوكولاتة البيضاء. أعلى طابق في البوم، المول الشهير، أو هو مول بس شكله مختلف، يعني ما تحسش إنه هو مول، تحس إن أنت ماشي في حديقة، تحس إنك ماشي في حاجة كده. مكان رائع. لايك على الفيديو، اشترك في القناة تفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله نلتقي بكم في فلوجات قادمة ان شاء الله. مع السلامة. الأفتوبوس أول رحلة.